صباح الخير يا صبايا ويا شباب. اليوم ناخذ الكربوكسيليك اسيدز. اذا بنطلع في عندي الكحول، لو فعلته مع ان اي او اتش اللي هو قاعده قويه نو رياكشن. عندي الفينول، لو فعلته مع ان اي او اتش بعطينا الملح المقابل زائد اتش 2 او. اذا بعتبر الفينول حامض ضعيف كونه بيتفاعل مع قاعده قويه. لو اخذت الحامض الكربوكسيلي مع ان اي او اتش اتفاعل واعطاني حامض الملح المقابل. لو فعلت الحامض الكربوكسيلي الاروماتيك مع ان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او. اذا بقارن الكحول مع الفينول مع الكربوكسيليك اسيد الاليفاتي مع الكربوكسيليك اسيد الاروماتي، كلهم فعلناهم مع الان اي او اتش. بنلاحظ الكحول الوحيد اللي ما بيتفاعل الفينول مع الان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او. الحامض الكربوكسيلي الاليفاتي مع ان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او. الحامض الكربوكسيلي الاروماتي مع ان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او. اذا انتقلنا للقاعده الاضعف، بنلاحظ انه الكحول لو فعلته مع صوديوم هيدروجين كربونيت نو رياكشن، الفينول مع صوديوم هيدروجين كربونيت نو رياكشن مع القاعده الضعيفه ما تفعل، حامض كربوكسيلي مع صوديوم هيدروجين كربونيت اعطاني الملح زائد اتش 2 او زائد حرر لي غاز السي او 2. حامض كربوكسيلي اروماتي ان اي اتش سي او 3 اعطاني الملح المقابل اتش 2 او وحرر لي سي او 2. الان اي او اتش بعتبرها سترونج بيس، الصوديوم هيدروجين كربونيت ويك بيس. اذا بما انه الكحول لم يتفاعل مع القاعده القويه ولم يتفاعل مع القاعدة الضعيفة، بينما الفينول تفاعل مع القاعدة القوية ولم يتفاعل مع القاعدة الضعيفة، فلذلك بصنف الفينول على أنه حامض ضعيف. هلأ في الأسيد بدعمل ميلتينج بوينت للسوليد، بدعمل مايكرو بويلينج بوينت للليكويد للكربوكسيليك أسيد، بدي اعمل السوليبيليتي، بدي اعمل تيستات اللي صوديوم هيدروجين كربونيت اكسبيرمنت اللي ذكرناها، بدي اعمل بروسيجرز اللي هي الدريفاتيفز. اذا بنرجع كمان مره الكربوكسيليك اسيد، انا بفعل الكحول العادي مع الان اي او اتش اعطاني نو رياكشن، فعلنا الفينول مع ان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او، فعلت الكربوكسيليك اسيد مع الان اي او اتش اعطاني الملح المقابل اتش 2 او زائد اتش 2 او. الكربوكسيليك اسيد الاروماتي مع ان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او. لما ننتقل لويك بيس اللي هي مثل الصوديوم هيدروجين كربونيت، بنلاحظ الكحول اعطاني نو رياكشن مع الويك بيس، الفينول اعطاني نو رياكشن مع الويك بيس، الحامض الكربوكسيلي مع هيدروجين صوديوم هيدروجين كربونيت اعطاني الملح المقابل اتش 2 او وحرر لي غاز السي او 2. الاروماتيك كربوكسيليك اسيد مع ان اي اي اتش سي او 3 اعطاني الملح زائد المقابل زائد اتش 2 او وحرر لي غاز السي او 2. اذا بميز انه عندي كربوكسيليك اسيد اذا تحرر عندي غاز السي او 2 بوجود الصوديوم هيدروجين كربونيت. اذا هذا التفاعل الوحيد اللي بيميزني الحمض الكربوكسيلي عن البقيه، تحرر غاز السي او 2 في حاله اضافه صوديوم هيدروجين كربونيت. ان اي او اتش سترونج بيس والصوديوم هيدروجين كربونيت ويك بيس. إذا طلع عندي المركب الحامض الكربوكسيلي سوليد بدي أعمل له ميلتينج بوينت، إذا طلع عندي ليكويد بدي أعمل له مايكرو بويلينج بوينت. السوليبيليتي طبعا فحص السوليبيليتي بدي أفحص أعمله له. بعدين التستات، أهم تيست اللي هو صوديوم هيدروجين كربونيت اكسبيرمنت اللي أوريدي ذكرناها قبل شوي، بتحرر لما أضيف صوديوم هيدروجين كربونيت. الحامض الكربوكسيلي الأليفاتي أو الأروماتي بيعطيني الملح المقابل للحامض الكربوكسيلي زائد H2O زائد بيطلع عندي غاز CO2 على شكل غاز. بعدين البروسيجرز أو الدريفاتيفز اللي ممكن أحضرها لهذا المركب أو لهذه الأحماض. هلأ بروسيجر 32 في عندنا شيء بنسميه نيوتراليزيشن اكسبيرمنت اللي تجربة النيوتراليزيشن. لو أخذت أنا الحامض الكربوكسيلي الأليفاتي مع ان اي او اتش بعطيني الملح المقابل زائد اتش 2 او، لو أخذت الحامض الأروماتي كربوكسيليك أسيد زائد ان اي او اتش
بعطيني الملح المقابل زائد اتش او. هذا القانون بدي اكون حافظه اللي هو نيوتراليزيشن ايكويفالنت. باخذ ويت اوف سامبل، وزنه معينه من الحامض الكربوكسيلي في 1000 مقسوم على الفوليوم اوف الكالاي بالمل، قديش حجم القاعده بالمل مضروبه في النورماليتي تحت القاعده. هلا الميوكلر ويت هو عباره عن الاكس مضروبه في نيوتراليزيشن ايكويفالنت. اكس معناتها الاسيديك جروب، يعني ممكن يكون الاسيديك جروب لو كان الحامض الكربوكسيلي فقط في مجموعه واحده من الكربوكسيليك اسيد، اذا الاكس بتكون بتساوي لنا 1، اذا كان في مجموعتين الاكس بتساوي لنا 2، اذا كان في 3 مجموعات كربوكسيليك اسيد الاكس بتساوي لنا 3. معنى ذلك المولكيولار ويت بيساوي نيوتراليزيشن ايكويفالنت في حاله انه الاكس 1، يعني اذا كان المركب بس بيحتوي على كربوكسيليك جروب واحدة فقط. إذا كان بيحتوي على 2 معناته الإكس 2، إذا بيحتوي على 3 بيساوي لنا 3. إذا بهاي الطريقة نيوتراليزيشن إكسبيرمنت أو نيوتراليزيشن إيكوفلنت بحسب فيها أو بطلع فيها المولكيولار ويت. حكينا نيوتراليزيشن إيكوفلنت بتساوي لنا الويت أوف سامبل، مقصود فيها وزنة الحامض تاعي مضروبة في 1000 مقسومة على الفوليوم أوف الكالاي بالمل، حجم القاعدة بالمل مضروبة في النورماليتي لهذا لهذه القاعده. مولكيولار ويت بتساوي لنا الاكس مضروبه في نيوتراليزيشن ايكويفالنت، حكينا الوزن الجزيئي بيساوي لنا نيوتراليزيشن مضروبه في اكس، الاكس اللي هي الاسيديك جروب، ممكن تكون 1 ممكن 2 ممكن يكون 3، في حاله انها 1 معنى ذلك المولكيولار ويت بيساوي لنا نيوتراليزيشن ايكويفالنت. هلا من احدى الديريفاتيفز اللي ممكن نحضرها بروسيجر 33 اني احضر بارا نايترو فينيل فينيل اسيل، بارا كلورو فينيل اسيل، بارا برومو فينيل اسيل، اند بارا فينيل اسيل استرز فينيل اسيل. اذا هاي كلها عباره عن استرات ممكن احضرها من الحامض الكربوكسيلي. باخذ مثلا هذا الهالايد او هذا الهالايد ARCH2Cl or ARC double bond O CH2Br، بفاعلها مع RC double bond O O minus Na plus، بعطيني الاستر المقابل. اول واحد بعطينا RC double bond O O مشابك مع CH2Ar، or اللي تحت عبارة عن RC double bond O O CH2C double bond O R plus NaX، هاي نوع من انواع الاستر. اذا اول بروسيجر 33 بحضر البارا نايترو فينيل فيناسيل او الفيناسيل او بارا كلورو فيناسيل او بارا برومو فيناسيل اند بارا فينيل فيناسيل استر، اي واحد منهم ممكن احضره حسب المتواجد في المختبر. بروسيجر 35 ممكن احضر امايد فروم اسيد، باخذ الحامض الكربوكسيلي بفعله مع اس او سي ال2 ثيونيل كلورايد، بعطيني كلوريد الحامض المقابل، بفعله مع ان اتش 3 بعطيني الامايد المقابل ار سي دبل بوند ان اتش 2، او باخذ الاسيد كلورايد مباشره بفعله مع امين مثلا اولي ار برايم ان اتش 2 بعطيني الامايد المقابل ار سي دبل بوند او ان اتش ار برايم زائد اتش سي ال. إذا باخذ الأسيد بفعله مع ثيونيل كلورايد بعطيني كلوريد أسيد كلورايد، بفعله مع الـ NH3 بعطيني الأمايد المقابل، أو باخذ كلوريد الحامض مع الأمين البرايمري أمين بعطيني RC دبل بوند NH R برايم زائد HCl. البروسيجر 36 أنالايز بارا تولويدايدز اند بارا برومو اني لينز، اوكي. باخذ مثلا الحامض الكربوكسيلي بفعله مع اس او سي ال2 ار سي دبل بوند سي ال، بعطيني كلوريد الحامض المقابل، بفعله مع اي ار ان اتش 2 بيعطيني ار سي دبل بوند ان اتش اي ار، يعني بيعطيني امايد برضه مقابل. لو اخذت R C double bond O O minus N A plus اللي هو ملح الحامض الكربوكسيلي مع H C L مع أروماتيك أمين A R N H 2 بعطيني الأمايد المقابل R C double bond O N H A R، فلذلك أنا بحضر الأمايد من الحامض الكربوكسيلي. إذا تجربة الكربوكسيليك أسيد أول تفاعل من تفاعلات الكربوكسيليك أسيد اللي هو بفاعله مع
صوديوم هيدروجين كربونيت اذا تحرر غاز، معنى ذلك انه عندي كربوكسيليك اسيد، وهذا ممكن اشوفه في الكربوكسيليك اسيد الالفاتيك، ممكن اشوفه في الكربوكسيليك اسيد الاروماتيك. هلا احنا قارنا الكحول تفاعله مع ان اي او اتش مع ان اي او اتش نو رياكشن، الفينول مع ان اي او اتش اعطاني السولت زائد اتش 2 او، حمض الكربوكسيليز سواء الفاتي او اروماتي مع ان اي او اتش اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او. مع الصوديوم هيدروجين كربونيت الكحول ما تفاعل بالمره، الفينول ما تفاعل بالمره، الحامض الكربوكسيلي الالفاتي والاروماتي اعطاني الملح المقابل زائد اتش 2 او زائد حرر لي غاز السي او 2. وبنعرف ان الان اي او اتش سترونج بيس والان اي اتش سي او 3 ويك بيس. اذا لازم اعمل بالكربوكسيليك اسيد ميلتنج بوينت ل السوليد والمسرح تصلح بلس اور ماينس 5 بالنسبه للميلتنج بوينت. لازم اعمل للليكويد مايكرو بويلنج بوينت الليكويد برضه بلس اور ماينس 5، بعدين اطلع السوليبيليتي للمركب تاعي، بعدين اعمل تيست الصوديوم هيدروجين كربونيت، وهي بهاي الحاله هذا التيست اذا تحرر غاز سي او 2 معناته عندي كربوكسيليك اسيد جروب. بعدين بنروح للدريفاتيفز، في عندنا حكينا ثلاثه دريفاتيفز اخذناهم. اول شيء نيوتراليزيشن كوفيلنت، وطلعنا منه المولكولار ويت، وكان عباره عن نيوتراليزيشن كوفيلنت ويت اوف سامبل في 1000 على الفوليوم اوف الكلايل القاعده بالمل في النورماليتي تاعتها. المولكولار ويت بتسوي لنا الاكس في نيوتراليزيشن كوفيلنت اسيديك جروب هي الاكس. بعدين البروسيجر الثانيه حضرنا الاسترز من السولت تبع الحمض الكربوكسيلي مع ARCH2Cl أو ARC double bond OCH2Br، وطلع عندي الإستر المقابل اللي هو RC double bond OOCH2Ar أو RC double bond OCH2C double bond OAr، أو إنه باخذ الحامض الكربوكسيلي بحول بحضر منه أمايد. يعني إحنا عندنا أربعة derivatives، الثيوني الكلورايد بعطيني الأسيد الكلورايد مع الـ NH3 أعطاني الأمايد المقابل، أو اخذنا اللي هو الكلوريد الحامض مع الامين اعطاني الامايد المقابل، الامين هنا بهاي الحاله ار برايم ان اتش 2 اعطانا ار سي دبل بوند او ان اتش ار برايم زائد اتش سي ال. اخر مشتقه كانت اللي هي حضر اخذ الحامض الكربوكسيلي مع ثيونيل الكلورايد اعطاني كلوريد الحامض، فعلناه مع مجموعه من الاروماتيك امين على اساس يعطيني الاروماتيك يعطيني الامايد المقابل ار سي دبل بوند او ان اتش اي ار، او اخذت الملح تبع الحامض الكربوكسيلي مع اتش سي ال اي ار ان اتش 2 مع اروماتيك امين اعطانا ار سي دبل بوند او ان اتش ار. فبذلك بكون عندي انا الكربوكسيليك اسيد اهم تفاعل من تفاعلات الكربوكسيليك اسيد اللي هو عباره عن اللي هو عبارة عن الصوديوم هيدروجين كربونيت يتحرر عندي غاز، معنى ذلك انه عندي كربوكسيليك اسيد، وهذا الغاز بتحرر سواء الحمض الكربوكسيلي الفاتي او اروماتي. هلا بالاضافة انه المشتقات اللي مطلوبة منا نحضرها حضرناها، وطلعنا النيوتراليزيشن كوفلنت، وحكيت اذا كانت المادة سوليد بدي اعمل لها ميلتنج بوينت، واذا كانت المادة ليكويد بدي اعمل لها بويلينج بوينت مايكرو بويلينج بوينت، بالاضافه للسوليبيليتي، بالاضافه للتستات اللي هو صوديوم هيدروجين كربونيت، بالاضافه للدريفاتيفز تاعت الكربوكسيليك اسيد اللي اوريدي ناقشناها بهاي المرحله. اذا هيك بكون الكربوكسيليك اسيد انا بالنسبه لي بقدر اميز انه عندي حامض كربوكسيلي بصوديوم هيدروجين كربونيت يتحرر غاز، اوكي معناته عندي حامض كربوكسيلي الفاتي او اروماتي، اذا كان الفاتي او اروماتي بقدر اميز بيناتهم بفحوصات الاروماتيسيتي اللي اخذناها، بقدر اميز انه عندي الفاتيك او اروماتيك كربوكسيليك اسيد، وبعد ذلك بقدر احدد المركب تاعي واميزه انه عندي كربوكسيليك اسيد سوليد او كربوكسيليك اسيد ليكويد، كربوكسيليك اسيد الفاتي او كربوكسيليك اسيد اروماتي، وعلى ضوء ذلك بقدر احصر المركبات اللي اوريدي بتوقعها لمركبي. بالاضافه لذلك بروح بحضر الديريفاتيف او المشتقه المناسبه على اساس اثبت المركب تاعي اللي انا بشتغل عليه، هل ايش هو بالضبط اسمه الكامل والستراكشر تاعه 100% بكون طلعته. فلذلك بتكون هاي احدى طرق الايدنتيفيكيشن للكربوكسيليك اسيد سواء الفاتي او اروماتي.
هيك بتكون تجربة الكربوكسيليك أسيد الشرح تبعها انتهت. بتمنى لكم تجربة ممتعة. Good luck و take care و see you later. Bye bye.